الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء في كل مكان، نحن ننطلق وها هو الشوط الثامن للثنايا البكار ينطلق بعون من الله ورعايته، متمنين من الله التوفيق ومنه السداد. ننطلق مع انطلاقة هذا الشوط الثامن وهذه الشعارات المنطلقة والمندفعة عبر هذا الميدان وعبر مسافة 6 كيلومترات، شعارات جميلة وأسماء كبيرة ورائعة تنطلق في هذا الشوط، متمنين التوفيق، كل التوفيق لجميع المشاركين في هذا الشوط. إذا مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء، نبدأ نداءنا ونبدأ إذاعتنا للخمس المراكز الأولى المسموح لها بالنداء، فقط 5 مراكز سوبر ستار في المراكز الأولى هي المسموح لها بالنداء. إذا بنشوف الصدارة وبنشوف من ينطلق على المركز الأول، منطلقة هي شوق للسيد محسن بن منصور الشمري، ينطلق مع شوق على المركز الأول وعلى صدارة هذا الشوط، الشوط الثامن المخصص للثنايا البكار لمسافة 6 كيلومترات، شوق على المركز الأول. المركز الثاني هنالك اللي هي الغزيل للسيد سالم بن علي الصعاق، ينطلق مع الغزيل على ثاني المراكز، والمركز الثاني هي الغزيل. المركز الثالث يبدو لي انها هوايل ولا رسمية على المركز الثالث، العائدة ملكيتها. إذا رقم 20 هي رسمية العائدة ملكية للسيد سالم بن علي الصعاق المري. والمركز الثالث هنالك وزن إذا رقم 20 هي الغزيل لسالم بن علي الصعاق، ورقم 6 هي وزن لصالح بن حمد بن قمرة المري. إذا المركز الثالث بن قمرة مع اللي هي وزن لصالح بن حمد بن قمرة المري، حمد بن سالم بن جهويل يقودها في عملية التضمير. دور المركز الرابع قمة لصالح بن حمد بن قمرة المري، حمد بن محمد بن جهويل، والأسماء الكبيرة عندك يا بن قمرة. إذا المركز الخامس رسمية حين قدام يقولون عنها الجماعة، ولكن رسمية. المركز الخامس رسمية للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين، ينطلق مع رسمية على 5 المراكز، وهذه البكرة الرسمية. يا سلام، هذه 5 المراكز الأولى المسموح لها بالنداء. نعود إلى الصدارة ونعود إلى ثقيلة الوزن، نعود إلى وزن على الصدارة لصالح بن حمد بن قمرة المري وحمد بن سالم بن جهويل، هو من يقود وزن على المركز الأول، وهو من يتحكم بزمام هذا الشوط، وهو من يتحكم بأمور ومجريات هذا الشوط، وهو من يفصل الطريق أمام المتسابقين وأمام المشاركين، هو من يشق الطريق نحو المقدمة ونحو الصدارة اللي هي وزن لصالح بن حمد بن قمرة المري. أما في المركز الثاني هنالك الغزيل سالم بن علي الصعاق، متمسك بالمركز الثاني ومسيطر على ثاني المراكز خطوة بخطوة مع وزن على المركز الأول والثاني. أما بالنسبة إلى المركز الثالث هنالك قمة لصالح بن حمد بن قمرة، حمد بن محمد بن جهويل يقود قمة في عملية التضمير، وقمة تبحث عن القمة وتبحث على قمة هذا الشوط، وقمة هذا الشوط هناك عند حمد بن سالم عند بن قمرة على الصدارة. المركز الرابع اللي هي رسمية سعيد بن محمد بن زايد الخيارين الهاجري مع رسمية على 4 المراكز وخامس المراكز، اسم جديد ينضم إلينا، الطماعة لمسفر بن مبارك بن مسفر، ينطلق مع الطماعة على المركز الخامس. إذا نعود إلى الصدارة ونعود إلى المركز الأول، نعود إلى وزن، إلى ثقيلة الوزن لصالح بن حمد بن قمرة المري، ونعود إلى حمد بن سالم بن جهويل المري، من يتحكم بمجريات هذا الشوط ومن يشق الطريق نحو المقدمة. أبدا ما حد قدامه،
ما حد قدامها، ما حد قدامها اللي هي وزن على صدارة هذا الشوط، وهي ثقيلة الوزن على هذا المضمار، ولكن مش ثقيلة الوزن، هي خفيفة الوزن والله العظيم، والله العظيم خفيفة الوزن، ترقص الرقص المطلوب، ترقص الرقص الشحاني في أرضها وبين جماهيرها، تشق الطريق نحو المقدمة ونحو الصدارة اللي هي وزن للسيد صالح بن حمد بن قمر المري، ولكن حذاري من الضغوطات القادمة، حذاري من الضغوطات الرسمية والأوامر الرسمية والإزعاج الرسمي من قبل رسمية للسيد سعيد بن زايد، للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين ينطلق مع رسمية على المركز الثاني. تبدلت الأمور وتغيرت الأمور على ثاني المراكز، أما في المركز الثالث هنالك قمة العائدة ملكية للسيد صالح بن حمد بن قمرة المري حمد بن محمد بن جهويل، بدأ بالاقتراب وبدأ بتقليص الفارق نحو المقدمة ونحو قمة هذا الشوط. المركز الرابع هنالك الاسم اللي هي طماعة مسفر بن مبارك بن مسفر، السيد مسفر بن مبارك بن مسفر ينطلق على المركز الرابع، ينطلق على المركز الرابع مع طماعة فعلا. والمركز الخامس اسم جديد يبدو لي، اسم جديد الشاهينية المبارك بن قطامي المري ينطلق مع الشاهينية على المركز الخامس، بينما يتراجع الصعاق شيئا ما إلى المراكز المتأخرة. ونعود إلى وزن، ونعود إلى هذه الوزون الثقيلة وهذه الأوزان الثقيلة والأوزان المتسابقة، و عالم سباقات الهجم ما في أوزان، عندنا في سباقات الخيل هناك الأوزان عاد. إذا ننطلق مع وزن على الصدارة وعلى المركز الأول وعلى شق الطريق نحو المقدمة ومع رسم الطريق، راسمة الطريق هي وزن في هذا الشوط، والمنطلقة هي وزن، والضغوطات مستمرة من قبل رسمية. رسمية قربت يا بن قمرة، رسمية قربت فعلا. رسمية العايدة ملكية للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيرين، بدأت بالاقتراب وبدأت بتقليص الفارق ثالث المراكز. هنالك اللي هي الطماعة أو طماعة مسفر بن مبارك بن مسفر ينطلق مع طماعة على ثالث المراكز، اسم جديد طرب للمركز الرابع، طرب للسيد عبد الهادي بن حسين البريدي ينطلق في رابع المراكز. خامس المراكز هنالك الشاهينية المبارك بن قطامي المري، وهذه الخمس المراكز المتصدرة والخمس المراكز الفايف ستار. إذا لا علينا نسويه خمس مراكز فقط عليها نداء، لا ما ست ما في ست ستار ولا في سبعة ستار، هنالك خمس مراكز الفايف ستار المتقدمة، ولكن تغيرت الأمور مع رسمية. رسمية جات في الموقع الرسمي في المركز الرسمي، الأول هو الرسمي والثاني فمهم رسمي يا جماعة، الأول هو الرسمي المركز الأول. هنالك رسمية لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين، المركز الثالث الطماعة مسفر بن مبارك بن مسفر، ثالث المراكز هنالك طرب عبد الهادي بن حسين البريدي، بدأ التقدم وبدأ الانطلاق على المركز الأول والمركز الثاني والمركز الثالث، ولكن رسمية ما عليها أوامر، وسمعني وصل الأوامر، أصدر الأوامر الآن، الأوامر الرسمية على رسمية في المقدمة وهي تسعى هذا السعي، السعي الجميل، السعي المسائي في هذا المساء الجميل لسعيد بن محمد بن زايد الخيارين، انطلق مع رسمية فعلا هذا الانطلاق المطلوب وهذا الركض المطلوب، ولكن قطرب قربت يا جماعة لعبد الهادي بن حسين البريدي، وغيرت الأمور طرب في الأمتار الأخيرة واخطفت الصدارة واخطفت المركز الأول طرب، ولكن رسمية لا تزال تقاوم ولا تزال تنافس. عادت رسمية مرة أخرى وعادت طرب مرة أخرى، طرب فعلا مشاهدينا الكرام، ورسمية طرب ورسمية وطرب على المراكز الأولى، السلام دخول جماعي، ولكن طرب خلاص طرب، ويسعد لي مساكي عبد الهادي يا بن حسين يا البريدي على المركز الأول. المركز الثاني رسمية سعيد بن محمد بن زايد الخيارين، والمركز الثالث بسم الله عليه رقم خمسة اللي هي الطماعة مسفر بن مبارك بن مسفر الشهواني، والمركز الرابع كان من نصيب اللي هي قمة لصالح بن حمد بن قمرة حمد بن محمد بن جهويل. خامس المراكز كان من نصيب اللي هي غزلان
سعيد بن محمد ابو عامر الخيارين عمليه تضمير عند عبد الهادي بن مشروم. تهانينا والف مبروك مشاهدينا ومتابعينا الاعزاء لجميع المراكز الفائزه في المركز الاول والثاني والثالث والرابع والخامس المسموح لها بالنداء. فاما الجوائز للمراكز العشر يبدو لي، نعم المراكز العشر لها الجوائز. هنا لحظات تجاوز طرب عندما تجاوزت رسميه في هذا الشوط في ختام هذا الشوط ونهايه هذا الشوط الامتار الاخيره. هنا لحظات قطوعها خط النهايه اللي هي طرب، 9 دقائق 20 ثانية وخمس أجزاء من الثانية. تهانينا ويسعد مساك عبد الهادي بن حسين يا البريدي على هذا التقدم المميز. المركز الثاني كان من نصيب رسمية، قطعت المسافة 9 دقائق و20 ثانية و15 جزء من الثانية. تهانينا للسيد سعيد بن محمد بن زايد الخيارين. ثالث المراكز كان من نصيب اللي هي يبدو لي رقم خمسة اللي هي طماعة، طماعة قطعت المسافة بتوقيت وقدرة، قطعت المسافة طماعة ب9 دقائق 25 ثانية و20 جزء من الثانية. تهانينا للسيد مسفر بن مبارك مسفر الشهواني. تهانينا والف مبروك مشاهدينا لجميع الفائزين.